استقبل السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي سعاده السفير مهند العكلوك بمقر البرلمان العربي بالقاهره وخلال اللقاء اشاد مندوب دوله فلسطين الدائم لدى جامعه الدول العربيه بالمواقف المشرفه لمملكه البحرين بقياده حضره صاحب الجلاله ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تجاه القضيه الفلسطينيه والدعم الكبير الذي يقدمه جلالته في هذا الشان مثمنا مخرجات قمه البحرين التي استضافتها المملكه مؤخرا والتي وضعت خارطه طريق لنصره القضيه الفلسطينيه وخاصه الدعوه لعقد مؤتمر دولي تحت رعايه الامم المتحده لحل القضيه الفلسطينيه على اساس حل الدولتين وأكد العسومي خلال اللقاء على أن القضية الفلسطينية حاضرة دائما في كل تحركات البرلمان العربي على المستوى الدبلوماسي والبرلماني وأمام كافة المحافل الإقليمية والبرلمانية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.